إذ ينضم إلينا من لندن مراسل الغد بهاء العوام. بهاء، الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الحدود الإيرلندية، أين تكمن المشكلة بالضبط في هذه النقطة؟ نعم، بطبيعة الحال يبدو أن المشكلة الإيرلندية أو مشكلة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لا تزال هي العقدة الخاصة بهذه المفاوضات. لا يزال الاتفاق مستعصيا بسبب هذه الأزمة، ولا يبدو أن هناك انفراج بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في هذه النقطة. وصلت الأمور إلى النهايات على المستوى الزمني، ولكن يبدو أن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا يستطيع تقديم تنازل في هذه النقطة. الحل الوحيد بحسب مراقبين هنا هو تمديد فترة المفاوضات، لأن ما تريده المملكة المتحدة والمتمثل بالبقاء داخل قواعد الاتحاد التجاري الأوروبي ليس فقط إيرلندا الشمالية لا تقبله بروكسل، والعكس صحيح، لا تريد بروكسل المحافظة على هذه الامتيازات للمملكة المتحدة بعد خروجها من الأسرة الأوروبية. وبالتالي الحل الوحيد يبدو هنا بحسب المراقبين هو تمديد المفاوضات أو الخروج دون اتفاق من الطرفين. هذه النتيجة بالنسبة لي اللا اتفاق أو تمديد المفاوضات غير مقبولة. نعم. لنقل داخليا بالنسبة للحكومة تيريزا مي أو بالنسبة للشارع البريطاني. نعم. وتزداد الضغوط على حكومة المحافظين من أجل توصل الاتفاق وعدم الانصياع لرغبة الاتحاد الأوروبي بالإبقاء جزئيا على إيرلندا الشمالية ضمن الأسرة الأوروبية بعيدا عن المملكة المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك زميل بهاء العوام مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة لندن.